أول 11 فريق من المحترف الثاني. مرحبا بك سي الأخطر. تفضل. قسم ما بين الرابطات ب 11 فريق، قسم الهواة هو الآخر ب 15 فريق، الجهوي الأول بتسعة فرق، الجهوي الثاني بفريقين، والقسم الشرفي بفريق واحد كأصغر فريق هشام سعدودي وهو أولمبي أقبو. أقبو هو الفريق الذي ينتمي إلى أدنى قسم من الأقسام السبع. إذن على بركة الله تنطلق عملية سحب قرعة الدور الثاني والثلاثين، لأن العملية ستشمل جزئين، الثاني والثلاثين ثم السادس عشر. فلننطلق محمد. طبعا المباراة الأولى التي ستلعب في الدور الثاني والثلاثين من منافسة كأس الجمهورية، طبعا مباريات الذهاب والإياب هي خاصة بالأدوار الربع ونصف النهائية. الدور الثاني والثلاثين الفريق الذي يسحب أولا يلعب بأرضية ميدان ومباراة واحدة من دون ذهاب وإياب. فريق أمل بوسعادة، رفع سي الأخضر. أمل بوسعادة يعني أظهر الصورة هكذا في كل الاتجاهات حتى يتمكن السادة الحضور من رجال الإعلام خاصة. أمل بوسعادة هو أول فريق يستقبل في هذا الدور في أولى المباريات. مع من يتبارى سي الأخضر؟ تفضل. أولمبي بلدية بومهرة. أرفع الشارع هكذا القصاصة حتى يشاهدها الجميع. أولمبي بلدية بومهرة هذا الفريق من الجهوي الأول من قالما، أحد من الفرق الصغيرة التي حققت المفاجأة وتأهلت إلى هذا الدور. واصل العملية سي الأخضر. طبعا المباراة الثانية عن الدورة الثانية والثلاثين من منافسة كأس الجمهورية يستقبل فيها نادي، أي نادي سيستقبل في هذا الدور على أرضية ميدانه مستقبل شباب واتسلي من شلف. أرفع هكذا حتى يشاهد الجميع مستقبل واتسلي، هذا الفريق من قسم الهواة بولاية شلف. هذا الفريق يستقبل في هذه المباراة، مباراة الدورة الثاني والثلاثين. طبعا يبدو بأن الكريات محكمة الإغلاق سي الأخضر. فريق اتحاد عنابة من المحترف الثاني، مباراة جديرة بالمتابعة وبالاهتمام لأن فريق واتسلي سبق وأن تقدم في أدوار هذه هي المنافسة، وفريق اتحاد عنابة غني عن كل تعريف ولو أن لا يملك تاريخ حمراء عنابة في منافسة سيد الكأس. المباراة الثالثة الآن يستقبل فيها نادي اتحاد الشلالة من قالما، هذا الفريق ينتمي إلى الجهوي الأول اتحاد حمام الشلالة. سنعرف عن الفريق الذي يستضيفه، ربما الفرصة مواتية لهذا الفريق بين قوسين الصغير من أجل مواصلة المغامرة. على فكرة هذه هي الفرق الصغيرة ما فتئت تمثل ولاية قالما في غياب الإسكادرون نوار محمد سهج. اتحاد خنشلة لويا سامكا، اتحاد خنشلة سيحل ضيفا في ديربي على فريق اتحاد حمام الشلالة. هذه المباراة الرابعة نواصل السحب، عملية سحب قرعة الدورين الثاني والثلاثين، هذه خاصة بالدورة الثانية والثلاثين. فريق اتحاد الجزائر أحد الفرق الأكثر تتويج بلقب كأس الجمهورية والفريق الأول الذي خسر أكبر عدد ممكن من النهائيات، سيستضيف على أرضية ميدانه. دير شوية سوسبنس سي الأخضر. فريق مدرسة آخر، مدرستين كرويتين، جمعية وهران
اتحاد الجزائر جمعية وهران إعادة لنهائي سنة 81 على ما أعتقد ببل عباس، عندما فاز الاتحاد بأول نهائي له بعد أن كان قد خسر 8 نهائيات متتالية. سبع نهائيات. مباراة كبيرة أيضا في الدور 32. معليش، هو الأخضر باللومي يعني هكا يعرض الورقة. اتحاد الأخضرية، فريق اتحاد الأخضرية من قسم ما بين أو من قسم الهواة وسط. نعم، هواة وسط، سيستقبل في مباراة الدور 32 فريق شبيبة الثورة، فريق شبيبة الثورة الذي نهنيه رفقة شباب قسنطينة، نصر حسين داي، اتحاد بلعباس. سي الأخضر، معليش نروحوا حبة حبة لأنه المباريات تتوالى. قلت كنت بصدد أهنئ الفرق المتأهلة في الأدوار التمهيدية لكأس إفريقيا. كلمة بسيطة عما قامت به هذه الفرق حتى نواصل العملية. على كل حال، أول شيء أشكركم على يعني كبرتوا بينا كما قال لك، وحضوري هنا مع الإخوة كل الرياضيين سواء رؤساء أو وزير أو يعني كل الرياضيين بصفة عامة. يعني كأس الجزائر يعني بكل صراحة يعني بار اكسبيريونس نهضر، يعني هو صح يعني أحسن من البطولة. يعني المباراة يعني تلعب في كأس يعني سواء في الملعب أو في يعني في المدرجات. يعني أنت لاعب كبير ولاعب عالمي وقدمت الكثير من الكثير للكرة الجزائرية، لكن للأسف على ما أعتقد لم تتوج بكأس الجمهورية. هذا هو المشتاق ربع نصف النهائيات في نصف ربع. أنا مع مولودية العاصمة مرتين، مع مولودية وهران ومرة واحدة مع غالي معسكر. معليش، إن شاء الله غالي معسكر المتواجد في المنافسة يهدي لك الكأس هذا الموسم. نواصل العملية مع اللاعب الدولي السابق الأخضر باللومي. المباراة الأخرى عن هذا الدور 32 من منافسة كأس الجمهورية يستضيف فيها فريق دفاع تاجنانت من المحترف الأول. دفاع تاجنانت هذا الفريق هو الآخر لم يتخطى عقبة الدور ثمن النهائي كحد أقصى، وربع النهائي لم تخني الذاكرة أمام نصر حسين داي. إن هزم سيستقبل في الدور 32 فريق شباب بلوزداد، فريق شباب بلوزداد الفريق العريق الذي سبق وأن أقصى نفس الفريق من هذه الأدوار الأولى، يعني واحد على الأقل من أندية المحترف الأول سيغادر المنافسة، بما أنها المواجهة المباشرة الأولى بين أندية المحترف الأول، من دون أن ننسى القمة بين اتحاد الجزائر وجمعية وهران. مباراة أخرى سنتعرف عليها بعد لحظات، فريق مولودية باتنا لمس بيبي هكذا يسمى هذا الفريق الذي كاد يزول بمرور الأعوام. هو بلال تصدر جدول ترتيب. رجاء بلال، الحضور يطلب خلط الكريات جيدا، كان يجد صعوبة هشام في خلط هذه الكريات، ربما سيقوم بالخلط أكثر بعد لحظات. شباب بوغيرات، شباب بوغيرات هذا الفريق من ولاية مستغانم سيتنقل إلى باتنا لمواجهة فريق مولودية باتنا. هذا الفريق أقصى في الدربي في الدور الماضي فريق ترجي مستغانم من المحترف الثاني، وبالتالي أعتقد بأن المباراة ستكون متكافئة. الآن خلط عندك المساحة والفضاء حتى تخلط الكريات. مباراة أخرى، جمهورنا الريادي الكريم، متابعينا الكرام، حمراء عنابة الفريق العريق
الذي أصبح ينشط في قسم ما بين الجهات ويحتل الصف الأخير. هذا الفريق الذي توج بكأس الجمهورية سنة 1972 أمام اتحاد الجزائر، وكان أول لاعب سجل في ملعب 5 جويلية بوطاجات على ما أعتقد. بوطاجات وبوفرماس. وبوفرماس ذاكرتك قوية أيضا. ولكن اليوم محمد للأسف هذا الفريق شباب فيلاج موسى هكذا يسمى شباب حي موسى، فريق من قسم الهواة يمثل ولاية جيجل في غياب شبيبة جيجل التي أقصيت في الدورة الماضية أمام مولودية العلمة. حمراء النبا شباب حي موسى مباراة كبيرة أيضا. السسبنس متواصل مع عملية سحب قرعة الدورة 32 من منافسة السيدة كأس الجمهورية. من الفريق؟ تعرفتم عليه بعد هذه الإشارة. فريق غالي معسكر توجت معه بلقب البطولة سنة 81 في سنة 84، وتوجت أيضا بلقب أحسن لاعب إفريقي، وكنت لعب في التيف يعني في الأرضية الترابية. طبعا كيف كان شعورك وأنت تتوج ب بانودور، يعني أول بانودور دابور للجزائر يعني في التراب، هذه ماش سهلة على كل حال. بالمناسبة نشكر اللاعبين خاصة والمسؤولين، يعني حتى المدربين في ذاك الوقت، يعني كان كي قال لك يلعب على النيف، يعني الجزائري كان يلعب على البلد على الألوان إلى آخره. وإن شاء الله نتمنى له الخير في المستقبل. إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريقك غالي معسكر مدينة الأمير عبد القادر. من سيواجه في هذا الدور؟ على كل غالي معسكر سقط إلى قسم الهواة. تفضل. معليش أكيد يعني المعسكر يعني فكر في ذلك إن شاء الله يلعب في معسكر مع مولودية العاصمة، يعني يعني دورا كشغل ماتش دو غالا، يعني عارفين باللي مستوى عالي تاع المولودية، ولكن هو بالنسبة لهم يدور سواري. فوالا، يعني تعتقد بأن هذه الكورية هي اسم مولودية الجزائر؟ ستكون مباراة جديرة بالاهتمام والمتابعة. غالي معسكر يستقفل في الدورة 32 في معسكر فريق من؟ أهلي برج بوعريريج. يرفع الشريط أهلي برج بوعريريج، سيتنقل إلى غاية معسكر الفريق الذي نشط نهائي سنة 2008 وخسره بركلات الترجيح أمام شباب بلوزداد بقيادة الزيري بلال. يريد أولا تحسين نتائجه في المحترف الأول ثم التفكير في شيء آخر. مباراة أخرى من الدورة 32 يستقبل فيها نادي سريع المحمدية. سريع المحمدية من ولاية معسكر دائما، يعني اليوم سي الأخضر باللومي كان مربوحة للفريقين اللذين يمثلان الولاية. محمد سعد، هذه المنطقة تاع الغرب دائما أعطت فرق كبيرة ولاعبين كبار. فعلا سريع المحمدية يستقبل في هذا الدور فريق اتحاد سطيف. يسامتي واحد من بين أعرق الفرق التي تنشط على الساحة الوطنية، هو ينشط في قسم ما بين أو قسم الهواة على ما أعتقد. لا، هو في قسم ما بين الرابطات. فريق اتحاد سطيف مدرسة، فعلا مدرسة كروية مثلها مثل الوفاق مثل الصاص أيضا الملعب الإفريقي. أرفع الشريط. الاسم مولودية بيجاية، هذا الفريق الذي ينتمي للمحترف الأول والمتوج باللقب قبل حوالي 3 سنوات من الآن أمام أمل الأربعاء بهدف زهير زرداب. سيستضيف في مباراة هي على ملعب الاتحاد المغاربي من؟ أولمبي مقرن. أولمبي مقرن هذا الفريق من واد سوف، سيمثل ولاية الوادي وسيتنقل إلى بجاية من أجل ربما محاولة كبح
فريق مولودية بجاية الذي تبدو مهمته سهلة، ولكن مفاجآت السيدة الكاس تبقى واردة. فريق أولمبي أقبو، أصغر فريق مشارك في الدورة 32، هو في القسم الشرفي، يحتل المرتبة الأولى، سيحظى بشرف الاستقبال على أرضية ميدانه، ربما يريده نادي لا يفوقه في الخبرة والتجربة حتى يواصل المغامرة. هل سيكون لا فريق نصر، فريق نصر حسين داي سيتنقل إلى أقبو لمواجهة نادي أولمبي أقبو، أصغر فريق هذا من القسم الشرفي الذي يسعى إلى التسلق أكثر، أخلط الكريات يعني أكثر، حتى العملية متواصلة. اتحاد بني دوالة من قسم الهواة، هذا الفريق تتعرفون عليه وتعرفونه جيدا، بني دوالة البعيدة بحوالي 20 كيلومتر عن عاصمة الولاية تيزي وزو، يجتهد وينشط من أجل العودة إلى أو الصعود إلى المحترف الثاني، هو غير بعيد، هو محتل لريادة الترتيب محمد. نعم. يستقبل فريق اتحاد تلمسان، اتحاد تلمسان سيتنقل إلى بني دوالة، ليس وداد تلمسان وإنما اتحاد تلمسان من قسم ما بين الرابطات، يعني سيتنقل إلى تيزي وزو لمواجهة اتحاد بني دوالة. على فكرة ولاية تلمسان ممثلة بأربعة فرق في هذا الدور. مباراة أخرى، نادي مولودية البيض، هذا الفريق الذي يلعب بالأدوار هذه ولديه الخبرة، والدليل أنه أقصى نادي بارادو الموسم الماضي بركلات الترجيح، يسعى لتحقيق أفضل مما حققه الموسم الماضي لما يستضيف على أرضية ميدانه جمعية عين مليلة. جمعية عين مليلة من المحترف الأول ستتنقل إلى البيض لمواجهة فريق مولودية البيض. مباراة أخرى من الدورة 32، اتحاد الرمشي من تلمسان، هذا الفريق اتحاد الرمشي سيستضيف على أرضية ميدانه في الدورة 32 من منافسة السيدة كأس الجزائر. اتحاد الرمشي، اتحاد الرمشي ينشط في القسم الثاني هواة مجموعة الغرب. نعم. سيستضيف مولودية العلمة من المحترف الثاني، اتحاد الرمشي من قسم الهواة يستضيف مولودية العلمة من الشرق إلى الغرب، وهكذا هي حلاوة السيدة الكأس وميزتها التلاقي بين مختلف الأندية من مختلف الأقسام ومن مختلف الجهات، جهات الجمهورية. مباراة أخرى، شباب بلدية عبادلة، هذا الفريق من بشار أو غير عبادلة، هكذا يسمى شباب بلدية غير عبادلة من بشار من الجهوي الأول، ويحتل الصف الثالث في بطولته، يستضيف في مباراة الدورة الثانية 30 اتحاد الحراش، فريق اتحاد الحراش الفريق الذي سبق وأن توج بلقب السيدة كأس الجمهورية سنة 86 أمام برج ملايل، كان حكيم مدان على ما أعتقد 87 المهم هكذا، حكيم 87 مدان المتواجد معنا في القاعة، هشام نعم سنة 87 بحضور متميز لمدان ومزياني وجزار، مستقبل رويسات
من ولاية ورقلة، هذا الفريق من قسم ما بين الرابطات، قبل مواسم كان في القسم الهواة ثم نزل إلى قسم ما بين الجهات. سيستضيف في مباراة الدورة 32، أرفع الشريط جيدا، شبيبة تيارت السي ار تي، الفريق الذي يتصدر بطولة الهواة من جهة الغرب، الفريق الذي لعب له تيارت فريق لصعد الموسم الماضي فعلا ويعول على الصعود هذا الموسم. محمد سعد نشط فيه موسى صايب وباللحسن على ما أعتقد، ربما بلومي سي بلومي يتذكر جيدا مايدي رقم 10 المتميز أيضا فعلا فعلا المدرسة التيارتية بن فرحات كريمو بن فرحات الجمعية الريادية للأمن الوطني ستتنقل في هذه المباراة مباراة الدورة 32 من منافسة السيدة الكاس إلى تيارت لمواجهة الشبيبة المحلية جمعية الأمن الوطني من رابطة الجزائر هشام الجهوي الثاني. مستمر العملية، هو الذي يستقبل جمعية الأمن الوطني هي التي تستقبل بلال مولد مستقبل وسات يستقبل شبيبة تيارت شباب عين والسارة. إذن جمعية الأمن الوطني تستقبل شباب عين والسارة. نعم شباب عين أو جمعية الأمن الوطني تستقبل شباب عين والسارة، هو الآخر فريق من قسم الهواة، فريق لا بأس به في بطولة قسم الهواة، يحتل المراتب الأولى من ولاية الجلفة. شباب باتنا من المحترف الثاني هواة أو من قسم الهواة، شباب باتنا اعتدنا عليه في المحترف الأول والمحترف الثاني، يستقبل متعبة العملية نوعا ما سي الأخضر بلومي، تصبر معنا اليوم نجم بلدية البسباس، هذا الفريق الذي يلعب في ولاية الطارف يعرفه جيدا السي حامر بالول عضو الاتحادية لأنه كان رئيس سابق لهذا الفريق والذي أصبح يمثل ولاية الطارف كل موسم في منافسة السيدة كأس الجزائر. الموسم الماضي أقصي عليه شباب الدار البيضاء في الدور ثمن النهائي، يستقبل اتحاد البليدة، فريق اتحاد البليدة منشط نهائي 96، النهائي الوحيد في جعبة زملاء آنذاك عبد النور كريبازا الذين خسروه أمام زملاء بالعطوي من ركلة جزاء. كان اتحاد البليدة يستقبل بلال. نعم هشام، الآن اتحاد البليدة من سيستقبل الآن؟ خلطتوا لي في الكثير من المباريات بلال. نعم نعم نعم، نادي بارادو يستقبل نادي بارادو من المحترف الأول، إلى حد الآن هشام كم مباراة في الدورة 32؟ 20 مباراة إلى حد الآن، 20 مباراة من مواجهة واحدة فقط في ما بين أندية الرابطة المحترفة الأولى، بين دفاع تجنات شباب الوزداد، دفاع تجنات وشباب الوزداد. وداد تلمسان من المحترف الثاني والذي يعول على الصعود، المتوج بألقاب عديدة لكأس الجمهورية، يلعب أمام اتحاد دراع بن خدة، هكذا هشام وداد تلمسان يستقبل اتحاد دراع بن خدة. عبد العزيز بن سالم بإمكانك أن تؤكد هذا المباراة رقم 21، مباراة رقم 21
سي الاخضر بنوبي، يعني نروحوا حبه حبه حتى قبل ان نتعرف على ذلك، نذكر الجمهور الريادي الكريم بانه مباراه واحده من المحترف الاول يجمع فيها دفاع تجنات فريق شباب بلوزداد، من المباريات المثيره تلك التي يستقبل فيها اتحاد الجزائر فريق جمعية وهران. فعلا كذلك هشام اتحاد البوليدة نادي بارادو. نادي بارادو، نادي بارادو صدامات قوية على اعتبار أن هذه النوادي سبق وأن نشطت في المحترف سواء الأول أو الثاني. إلى المباراة الثانية والعشرين. مشعل بازر صخرة، هذا الفريق من ولاية سطيف بالقرب من العلمة. هشام من أي قسم؟ من ولاية العلمة. هو من الجهوي الثاني. الجهوي الثاني. بلدية العلمة. دائرة العلمة. فعلا. وسادس نادي ينتمي إلى ولاية سطيف، حضور متميز للأندية الصيفية هذا الموسم. وهو على فكرة النادي ربما الثاني في الجزائر الذي تترأسه امرأة، محمد سعد. لا لا لا، فريق لا آخر. فريق هناك هو الثاني فريق يستقبل شباب بنيتور، الفريق المتوج بكأس الجمهورية أمام وداد تلمسان سنة 2000 هكذا إن لم تخني الذاكرة، يعود لمواجهة نادي بازر صخرة الذي أقصى في الدور الماضي جمعية الخروب. فريق شبيبة بجاية من المحترف الثاني عبد العزيز بن سالم، سنتعرف على من يستضيف شبيبة بجاية المتوج باللقب الوحيد له بكأس الجمهورية سنة 2008 أمام وداد تلمسان. هشام، من سيستقبل في المباراة رقم 23؟ شبيبة سكيكدا قمة المحترف الثاني بين شبيبة بجاية وشبيبة سكيكدا. شبيبة بجاية التي كادت العودة الموسم الماضي إلى حديرة الكبار لكنها لم تتمكن في آخر جولة في مباراة مثيرة أخرى أمام شبيبة سكيكدا. هشام، مباراة محلية عن الرابطة المحترفة الثانية، صدام قوي. فعلا. مباراة أخرى أمل غريس من ولاية معسكر، الممثل الثالث لولاية معسكر أمل غريس من قسم ما بين الرابطات، والآخر عبد العزيز بن سالم سبق وأن لعب هذه الأدوار، لعب أمام المولودية. مولودية الجزائر بالفعل. أقصي على يد المولودية فعلا. أمل غريس يستقبل فريق شبيبة القبائل منشط نهائي الموسم الماضي. من محاسن الصدف بالنسبة لممثلي هشام أندية ولاية معسكر أنه سي الأخضر بلومي كان فاء الخير عليهم وكلها تستقبل ب الله يبارك فيك. مرحبا بهم في معسكر إن شاء الله. كما الموسم الماضي رحبنا بالمولودية، هذا السنة هذا الموسم بتيزوز إن شاء الله. شبيبة القبائل تتنقل لمواجهة فريق أمل غريس، في حد ذاته يعتبر مفخرة بالنسبة لهذا الفريق الصغير بين قوسين أمل غريس لما يستضيف أسود جورج وراء أبطال إفريقيا. أكيد أكيد، كل الأندية كبيرة بتاريخها ومحبيها. هشام، الملعب الإفريقي الصيفي هذا الفريق صاص هو امتداد لنجم شمال إفريقيا، هو أحد أعرق الأندية الجزائرية، هو رقم الثاني في سطيف بعد اتحاد سطيف الذي هو امتداد لفرحات عباس والشيخ البشير إبراهيمي جمعية ولاء المسلمين. فريق الشهداء عن التاريخ وعن الجغرافية، جغرافية المكان ولاية سطيف بتقيدها الكبيرة في كرة القدم. فعلا هشام، نبذة تاريخية عن هذا الفريق العريق الذي قدم 47 شهيد موثقة إبان الثورة الاستعمارية. طبعا هذا أول الحقبة الاستعمارية، هذا الفريق سيستقبل بسطيف شباب قيس من خنشلة
ينتمي إلى قسم الهواة شباب قايس، سيتنقل إلى سطيف لمواجهة الملعب السطيفي من قسم بين الرابطات. ملعب السطيف يحتل الصف الثاني في قسم بين الرابطات. مباراة أخرى يستضيف فيها نادي مولودية وهران صاحب الأربع تتويجات محمد إن لم تخني الذاكرة، الفريق الذي لديه أربع تتويجات في الكأس، في الكأس نعم، في كأس الجزائر، والذي ربما اشتاق أنصاره للألقاب، وهو الفريق الذي يمثل ولاية رائعة، ولاية ساحلية جميلة، والتي تتهيأ لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2021، وبالتالي أنصار الحمراوة يريدون ألقاب حتى يتلددوا بها. وهذه الصورة لرئيس الفريق تأتيكم أيها السادة والسيدات. مولودية وهران يستضيف من؟ أمل بلدية مغنية من تلمسان. هشام، هذا الفريق المدرسة، هو تقريبا ديربي الغرب الآن، ديربي ديربي الغرب نعم، فريق الحجة مغنية كذا يسمى هذا الفريق. عبد العزيز، هل فيها ردود أفعال هناك؟ طبعا بلال، ردود الأفعال سنرصدها بعد لحظات، ولكن هناك من هو سعيد بهذه عملية القرعة، وهناك من لم تكن بالتأكيد القرعة رحيمة به. فعلا. إلى المباراة الموالية الآن، رائد عين دفلة، هذا الفريق رفع الشريط هكذا، سيستضيف في الدورة الثاني والثلاثين، هو من قسم ما بين الرابطات، رائد عين دفلة، لأنه فيه سريع عين دفلة وفيه رائد عين دفلة. لا، يستضيف نادي تضامن سوف من ولاية الوادي. تضامن سوف لديه خبرة بين قوسين محمد ساعد في هاته هي المواجهات عن دور نظن اتحاد العاصمة وقصية، هو فريق صاعد جديد العام اللي فات، صعد القسم الثاني هو شرق. نعم هشام، القسم الثاني هو شرق، وهو الذي تترأسه السيدة. إلى المباراة الموالية هشام، رقم 28 28 نعم، من سيستقبل في هذه المباراة؟ المباراة الموالية بين وفاق سطيف النسر الأسود صاحب أكبر عدد التتويجات بلقب السيدة الكاس، رفقة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر ثمانية طبعا، التاسعة تعاندهم بعد النزام أمام شباب الوزداد قبل موسمين. المباريات من المحترف الأول ما كاش كثير، ما كاش هشام، كان مباراة واحد. هيا المباراة الثانية عن المحترف الأول في الدور الثاني والثلاثين، وفاق سطيف يستضيف فيها أولمبي المدية، الفريق الآخر من المحترف الأول، وسبق وأن تقابل في سطيف وفاز عليه الأولمبي هناك بثلاثية مقابل هدف. ومباريات الكأس مثيرة، وعنصر المفاجأة دائما ما يفعل فعلته هشام عبد العزيز. كثير من صدامات الرابطة المحترفة الأولى في الثلاث مواجهات القادمة أو الأربع مواجهات القادمة. نعم. مباراة أخرى يستضيف فيها فريق شباب قسنطينة. شباب قسنطينة بطل الجزائر، حامل لقب البطولة الوطنية، والذي تأهل عن جدارة إلى الدور المقبل، والذي تعانده سيد الكأس كثيرا. فعلا هشام، هو ليس لديه علاقة طيبة مثل ما كان الحال مع مولودية قسنطينة الموك. رائد شباب بوقاعة عبد العزيز، رئيس سطيف أيضا نعم هشام، هذا الفريق ينتمي لولاية سطيف.
هذا خامس نادي من ولاية سطيف. خامس نادي من ولاية سطيف، رائد شباب بقعة سيتنقل إلى قسنطينة لمواجهة فريق شباب قسنطينة في المباراة رقم 29. هشام، رقم 29، لا تزال هناك ثلاث مباريات والكثير من الصدامات بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الأولى، لأننا لم نسحب الكثير من أندية المحترف الأول. كبار القوم، الأخضر بلومي اللاعب الدولي السابق يواصل عملية السحب. يزيد يقول بأنه بلومي اليوم يسير بريتم مباراة ألمانيا الجزائر، سريع جدا. فريق نجم مقرى، هشام، مفاجأة المحترف الثاني في البطولة، المفاجأة الجميلة، مفاجأة مدوية. طبعا سيستضيف على أرضية ميدانه سي الأخضر بلومي صاحب التمريرة العمياء. ما قدرناش نواكب الريتم تاعو هشام بريتم مباراة الجزائر ألمانيا تلك اللحظات، قبل أن تفصح عن من يتنقل إلى مقرى لمواجهة النجم. لما تعاود تشوف تلك اللقطات كيف تشعر؟ هي لقطات الجزائر ألمانيا في مونديال 82. كل حال الناس قاعدين هنا حاضرين، يعني عرفوا بلي المباراة هذيك تاع التاريخ، تاريخ كرة القدم الجزائرية هو وهذاك الفوز يعني 2-1. ولكن نطرح سؤال، كيف فزنا عليهم فعلا؟ النيف الالوان، يعني تخمم في بلادك والنيف وهذاك التصريحات تاعهم، احنا رجعنا يعني ديك التصريحات رجعناها العكس يعني ربما بالعمل. مباراة الجزائر يوفنتوس بملعب 5 جويليا ضد بلاتيني، هذيك سي الاخضر هذيك اللي كسرتني فوالا. كسرتني، لو ماشي هي ما كنتش غادي تكسر. كيف يعني؟ يعني درت مباراة فوق اللازم، يعني درت مستوى قدمت عالي. افضل ما يعني انا نحكي يعني على كل حال جات فرصة بلاتيني كيف واش تعمل هنا ديال، قلت له شو شي موا بلاتيني حار في ذاك المباراة ميشيل بلاتيني الأسطورة الفرنسية كما يقولوا هنا العين. معليش هكذا مكاتيب الكرة، مكاتيب وأرزاق سي الأخضر القدر. نعم هشام، توقفنا عند مباراة النجم مقرى. من سيستقبل؟ يستضيف نادي عبد الملك من رمضان. هذه حضور متميز وجميل لأنه من ولاية مستغانم، مفاجأة كبيرة لأنه اسم رئيس النادي هو السيدة زليخة زيتوني. حضور متميز لرئيسة النادي، هي معنا ستكون من بين المتدخلين. حضور ناعم متميز هذا الموسم في منافسة كأس الجزائر. نادي عبد الملك رمضان من ولاية مستغانم طبعا ترأسه الرئيس الحاضرة معنا هنا إلى المباراة ما قبل الأخيرة عن الدورة 32 من منافسة كأس الجمهورية في طبعة 2018-2019. يستضيف فيها نادي اتحاد بلعباس حامل اللقب، اتحاد بلعباس حامل لقب كأس الجمهورية والمتوج باللقب في مناسبتين، سنة 91 والسنة الماضية أمام شبيبة القبائل، يعني نفس النهائي اتعاد بعد 27 سنة. صح، المساني والوحلة نداك فعلا، والمرحوم جلالي بن سنادة كان رئيسا للفريق. استقبل مولودية شرشال الفريق الذي حقق المفاجأة في الدور الماضي وأقصى جمعية أولمبي شلف متصدر الرابطة المحترفة الثانية والبطل الشتوي. هشام، بتاريخ كبير عليه. بتاريخ كبير، هو الفريق الذي استشهد كل لاعبيه أثناء الثورة التحريرية، ومدربه جحمون، جحمون صاحب التسديدات القوية الشهيرة. طبعا هو هشام على كل مولودية شرشال يتصدر ترتيب الجهوي.